شو أول شيء بيخطر على بالك لما حدا يحكي لك إمارات؟ رح نعرف سوا بعد الفاصل. وين تروح في أبو ظبي؟ عشان تزور أبو ظبي ما راح يكفيك لا يوم ولا يومين، بدك أسبوع. أنا أحمد عبيدات، دليلك السياح في أبو ظبي. حديقة الريم الموجودة في جزيرة الريم في أبو ظبي. اللي مش حلو في هالحديقة هو قلة عدد مواقف السيارات، يعني إذا كنت محظوظ بتلاقي موقف، غير هيك صعب. الحلو فيها هو الكياك، تقدر تاخذ تستأجر كياك من هون لمدة ساعة أو ساعتين وتنبسط بالمناظر الخلابة للمنكوب وغيره. أبو ظبي يمتد على مسافة 8 كيلومتر على الواجهة البحرية مباشرة. في مساحات كبيرة للعب الأطفال، وفي العديد من المقاهي والمطاعم، وفي مسارات مخصصة لركوب الدراجات الهوائية والسكوترز. تفرع من كورنيش أبو ظبي ما يسمى كاسر الأمواج، واللي فيه قرية التراث اللي خلفي، وهي بتحكي عن التراث الإماراتي وتاريخ أبو ظبي زمانات. أنا عملت فيديو أوردي عن هذا المكان، تقدروا تشوفوه بالرابط فوق. مع نهاية الكورنيش بنوصل للمارينا مول، أحد أقدم وأشهر المولات الموجودة في أبو ظبي. أمام المول مباشرة في العجلة الدوارة واللي بيسموها عين المارينا. قصر الحصن هو أقدم صرح تاريخي في أبو ظبي، وهو رمز للأسر الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة. شاطئ الحديريات هو واحد من أحلى الشواطئ في أبو ظبي، وهو مكان مفتوح للناس بشكل مجاني، وفيه العديد من الأنشطة الترفيهية والرياضات البحرية، وكمان المقاهي والمطاعم، يعني مكان كامل مكمل ما بنقصه شيء، خصوصاً بعد التحديثات اللي عملوها مؤخراً في هذا الشاطئ. واحدة من الأشياء المهمة اللي ضافوها اللي هي التخييم على البحر، شغلة كثير كويسة، مش مجانية لكنها حتكون تجربة ممتازة للي بحب يجربها.
عن الشواطئ، انا عملت فيديو عن افضل 5 شواطئ في اماره ابو ظبي، اللي هم شاطئ الاحدريات، شاطئ ياس، شاطئ السعديات، وشاطئ البطين، وشاطئ الاحدريات اللي احنا فيه. اذا بتحبوا تشوفوا التفاصيل كامله عن هذا الفيديو، شوفوا الرابط فوق واضغط عليه. سألتكم ببداية الفيديو عن شو أول شيء بيخطر على بالك لما حدا يحكي لك إمارات، والجواب بديهي هو دبي. طبعاً دبي، وهذا بسبب شهرتها الواسعة وتميزها السياحي. هذا المثال مشابه لتركيا. أنا طول عمري أعرف أنه إسطنبول هي عاصمة تركيا لأنها أشهر مدينة، لكن من سنتين بس عرفت أنه في عندهم مدينة اسمها أنقرة وإنها هي العاصمة. هذا بدل على أهمية السياحة وأثرها الكبير على البلد وسمعة الخارجية. واليوم إن شاء الله رح نحاول نسلط الضوء على أبو ظبي، ونحاول قدر المستطاع نبرز معالمها السياحية. فندق فخم الإمارات، فندق فخم جداً بفتحات الزيارة، الدخول والمجاني. أنا عملت أوردي عنه حلقة كاملة مفصلة، تقدر تشوفها بالرابط فوق.